السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنت امجاد كنكون قبل ما نقدم الوصفه كنشكر كل متتبعه وكل اخت دخلت عندي وخلت لي تشجيع وانها عطاتني طاقه ايجابيه باش انني نرجع ونرجع بقوه اليوم غادي نقدم لكم كوكلي اللي كيجي رائع غنعطيكم وصفه تحت طلب الابن ديالي وكذلك متتبعه وفيه من اكادير كنقول لها مرحبا بك وهنا لبيت لك الطلب ديالك هنا كي كتشوفوا عندي غتكون اكله صيفيه واللي غيبغيوها الوليدات ويبغيوها الاهل ديالكم هنا كناخد اول حاجه كوكليه كل واحد غادي يديرها على حساب ديال العائله ديالو فانا هنا غادي نحتاج كوكليه وحده هادي راه تبارك الله شويه كبيره ما سخيراش غادي تشوفوا اول حاجه كنقطع عليها دوك الجلده اللي تتكون التحت الغرض بيا انا بالكوكلية لان غادي نعمرها غادي نعوف ندير لها الماريناد ديالها وندخلها للفران فاول حاجه كنحيد هاد الجلده لان الغرض ديالي ما عنديش بها وهذا كي كتشوفوا الكوكلي بعد ما كنوريتكم كيفاش كنقسمو كنوريك عليه هكا لان غادي يتحمر في الفران مباشره غيطيب كيجي رائع البنات هنايا داك الريه ديالو الكلاوي كلشي كنحيدو كيعجبنيش كنخليه على هاد الشكل ديال انه مغسول بالسكنجبير والحامض والملح والخل هنا غادي ناخذ باش ندير معاكم الماريناد اللي زوينه بزاف البنات وصدقوني كيجي بنين غادي نعطيكم هذه ونعطيكم الماريناد اللي كيديروا في الفحم اللي كتكون على برا اول حاجه خديت ملعقه ديال بابريكا اي التحميرة وعندي معلقه ديال الثومه المجففه وكذلك غادي البصل المجفف اللي على هذا الشكل هذا البنات كيكون رائع وفيه واحد رائحة رائعه وغادي ندير معاكم الحبيبات ديال لا موطارد هاد الخضره وهاد الماريناد اللي فيها الخضره يابسه فيها الموطارد يابس فيها الفلفله يابسه فيها اشياء اللي زوينه بزاف بزاف واليوم غادي نستعمل لكم الموطارد الانسيان يعني الموطارد المحبب زوينه البنات كيعطي مذاق رائع الماريناد ديالكم كذلك درت الملحه ودرت الملحه الملحه والخل ديال الحامض وهنا غادي ندير معلقه تقريبا معامرهش ديال الموطارد الونسيان كل واحد غادي يدير اللي كانت كبيره غادي تزيد جوج معالق وهنا اخر غندير زيت الزيتون اللي ضروري كيكون في هذه الوصفه في الماريناد الاخرى ما كنديرش التوابل كامله ولكن غادي نوريها لكم ان شاء الله غادي نخلط الماريناد ديالي هاك مزيان وغادي نبدا نماغيني في ديال الكوكليه ديالي هذه هي اول حاجه كديروها البنات عرفت اللي غتقول ما عنديش هاد الماريناد المحببه هي كاينه عند اي عطار تقولي ليه عطيني البهارات ديال الخضر المجففه والمطر المجفف كل اللي كتلقاي عنده كل اللي ما كتلقاهاش فتقدري تستعملي تستعني غير بالثومه المجففه والبصله المجففه والبزار والمطر المطر كيتباع في اسواق الكبرى وكيتباع حتى عند البقاله الكبار وكذلك الا ما عقيتيش هاد البهارات اللي ذكرت انا ديال الخضر المجففه تقدري تستغني عليها يعني وخا الصراحه تعطي واحد المذاق رائع رائع خصوصا الاشياء اللي كندخلوها للفران البنات هاد المغينات كتجي بزاف مع الدجاج فقط غادي نشرملها ونخليه 10 ايه دقائق حبيبتي حبيباتي بعد ما شرملت الكوكلية ديالي عفوا قلت عشرة دقائق ماشي عشرة دقائق نخليو على الاقل ساعة الا كنا مزروبين ولا كنا ما مزروبينش كنخليو حتى لساعتين باش كتدخل ديك الماغيناد وقد ما بقات ديك الماغيناد عندنا في الكوكلية او الدجاج كتعطي مذاق رائع صدقوني دوك العظيمات ديالو كتبغيو تغزوهم بداك المذاق البنين اللي كيجي هنايا هذه هي القطعه اللي شاركت معكم في التقليه ديالي ديال الويكاند فلا ديال البنات طلبوا مني انني نهار لي غنحضر بها حاجه نبارطاجيها فانا انا الابن ديالي كيموت على هاد الزوقه ديالي لان فما كنمشيو عند وليده ديالي الله يطول بعمرها كدير ليه هاد الطريقه ديال التقطاع فكتعجبو بزاف وكتزيد تعطيه آه تعجبو الفريت فالصراحه بيني وبينكم كتجي آه انا هنا مازال شويه خليتها غليظه ولكن هي الصراحه راه خاصكم مازال ترقوها فهنا شويه شويه عاش غنبدا نقسم فيها رقيقه باش تجيني نهاية هي غتجي على هذا الشكل وصدقوني كتجي رائعه واحد المنظر رائع وكتعطي لي واحد اللمسه المثل الطبق ديالك ديكور زوين وسوا مثلا الدجاج محمر سوا هكا كتجي زوين والصراحه الله يطول بعمر ماما كانت افكارها زوينه ديما ماما ما عندها افكار زوينه وصراحة الأشياء اللي تعلمتها منا بزاف ومازال بقا نتعلم منها وطلبوا مني شي أخوات قالوا لي علاش ما بقيتيش كتنزل الوصفات ديال ماما ما كنغوش لكم ما بقيتش كنزل لا الأب... بليباغ ديال البنات عارفوا ماما راه كانت مريضة والحمد لله دابا ولات شوية فإن شاء الله بروشينمون يعني يعني القادم إن شاء الله غادي ننزل لكم وصفات ديولها على صوتها وبايديها ان شاء الله وقلت لكم الله يرضي عليكم على الوصفه اللي استعملتو ديالها وعجبتكم ديال اللنشوبه او ديال السرديل او ديال فقط اشياء اخرى ان شاء الله كما قلت لكم غادي نبقى غادا على هذا الشكل هذا وصدقوني كما قلت لكم كتعطي واحد الجماليه جربوها القطعه كما قلت لكم راه ما عند اي وحده تلقاوها كتباع انا كما قلت لكم خديتها في 5 دراهم وكما قلت لكم كتعطي حتى للضيوف عندكم صدقوني انا ضيوف شافوها عندنا وعجبتهم الديكور ديال القطعه وكيصحبوني قطعتها فشي بشي شي قطعه يعني بروفيسيونيل فانا من وريتها ليهم حتى هما تفاجؤوا وكما قلت لكم الام ديالي ما عندهاش حتى بحال ديالي عندها ديال الغابوز وانا تبارك الله من تهرسات خذت ليها هالشكل الشكل هذا فتبارك الله دي دي الله يطول بالعمر ديال الوالدين ديالنا عندهم تبارك الله كما كنقولوا اشياء زوينه وافكار زوينه شوفوا كتعطي واحد الجماليه للبطاطا وهنا كن كنحيدوا من ديك البطاطا يعني التقليديه العاديه فهنايا كما قلت لكم كنعطيوها هذا الديكور هذا هنا غادي نكمل لا كونتيتي كامله اللي عندي ديال البطاطا وغادي ندير ليها كما معروف الماء وكنخليها منقوعه في الماء والخل ديال العادي يعني الابيض او الخل المعروف ديالنا علاش هاد البنات هاد الجزء بالضبط خليته بحال هكا باش تعاودوا تشوفوا كما انا في الاول جاتني غليظه وكنعاود نقطعها بقيت في الاخر حتى انني بديت كنرقق هادو هذو الاطراف ديال البطاطس وليت كنعطيهم شويه رقاق باش كتجيني هي إيه هذيك في الاول كندرتهم غليظه جاوني غلاد كان في الاخر قديت كلشي وصدقوني كما قلت لكم كتجي رائعه البنات فهمتوا ماما لا فيديو جربوها وقدموها للضيوف ديالكم او العائله ديالكم فانهم غادي يتبهروا بهذه الطريقه ديال البطاطس بحال هكا كما كتشوفوا معايا حبيباتي فانني ضروري خصني ندير شي مقبله او شي حاجه كترافق ليا الاكله ديالي هنا كما كنقترح عليكم تاع اللوك المشوي الف... على هكا كيجي بحال مشوي على الفحم كناخذ الكونتيتي ديال الدنجال على حسب العائله كنشوي فوق البوطه وهنا كناخذ الرز بسمتي اللي بارطاجيتو شو معكم كنغسلو مزيان ومن بعد كنصفي وكنكب عليه الماء وكندير عليه كما كتشوفوا هو صفيتو كندير عليه شويه الملح وكنحطو 10 دقائق يتسلق ليا وغنوريكم شنو غندير ليه هنا كي كتشوفوا حبيباتي بعد ما قشرت لي زول لي القشره ديالو وغسلتو خليتو على جنب هذا 5 دقائق كما قلت لكم عطيتو حتى 10 دقائق باش ما تعجنش لكم شوفوا كيتسلق كيجي كي حبه حبه وتجا الكوكليه ديالي صافي دخلتها بعد ما داز ساعتين هنا كناخذ داك الدنجال ديالي كنقطعو مربعات وكنزيد عليه جوج صوص ديال الثومه شويه ربيع شويه بابريكا تحميره شويه الكركم خرقم البلدي شويه البزار شويه السكينجبير شويه الكمون والملحه وزيت الزيتون ما كنساش واللي بغى تزيد الحار تزيدو ومعلقه ديال صوص طماطم شوفو حبيباتي هنا خديت مقله ودرت فيها تقريبا واحد نص فلفل حمراء مقطعه ودويمه ديال الدجاج ومعلقه كبيره ديال الزبده ديال الاكل هذا هو الرز اللي سلقت معاكم غادي نصوتيه في هادا. كما كتشوفوا غادي نصوتيه في الزبده والفلفله كنخليها حتى كتذوب ما كنديرش الملحه لان ديجا انا سرقاه بالملحه والدويمه ما ديالي مالحه البطاطا ديالي ها هي كطيب غنحط كل شيء سخون والكوك كوكلي باقي في الفران هنايا كنصوطي ملي كيقرب يطيب ليا كل شيء كنصوتيه في هاد المغينات كتجي رائعه البنات صدقوني كتشوفوا حبيباتي هذا هو الطبق النهائي ديالنا الكوكلي ديالنا كيجي له هكا حاولوا ما تكرموش البنات في الفران باش ما يرجعش عليه ولا كارم هادو هما لي اللي قدمت معكم كيجيو على هذا الشكل هذا طوماس سوريز انهم الابن ديالي وكذلك لي صوص كيتشوب ومايونيز المنزلي غادي نديرو لي معكم هذه التكتوكه ديال الدنجر كتجي رائعه وبنينه بنينه البنات وكذلك هذا هو الروز البسمتي كيجي حبه حبه وكذلك البطاطس اللي كتعطي للطبله ديالنا واحد المنظر رائع وصدقوني هات هكا كتجي زوينه اكله يعني صيفيه بامتياز نقدروا ناكلوها بلا خبز ونقدروا ناكلوها كالخبز الخبز ود كيجي مذاق رائع صدقوني كل حاجه ذقتوها كتعطيكم واحد المذاق رائع مثل البطاطس كتاكلو بها الطريقه الروز كيجي بنين صدقوني كيجي كل شيء متكامل وكما قلت لكم هاد لي باطوني هكا كنستعملوهم ونعدهم بزاف الاستعمالات غادي نبقى كل مره نوريكم كيفاش كندير ليهم ما تنبخلوش عليا من لايكات وتعاليقكم الزوينه وكذلك الاحلى متتبعين المتابعات اللي كيخليو ليا تعاليق اللي كت... كتوصل القلب آه نتمنى ان كل شيء يعجبكم وشكرا شكرا شكرا, شكرا بزاف لصحاباتي واليوتيوبرزات على كلامكم الزوين شكرا احبكم في